الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام عشاق ومحب السحرة المستديرة في كل مكان، متابعي شاشة قناة النادي الأهلي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من جديد نعود لنطل عليكم وأولى اللقاءات الودية التجريبية للنادي الأهلي استعدادا للموسم القادم. صافرة البداية لأحداث اللقاء هيطلقها حكم اللقاء صبح الغمراوي على إيدنا اليمين فريق فاركو، على إيدنا الشمال النادي الأهلي. يبدأ فريق فاركو عند اللاعب أحمد زغلول لكريم يكن، وراء الودية الأولى للنادي الأهلي وأول ظهور المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي صاحب 47 عام اتلعبت. لكن التغطية الدفاعية أكرم توفيق النهاردة وتوظيف في الجانب الأيمن الظهير الأيمن للنادي الأهلي. مرة تانية حمودي قائد الجبهة الهجومية اليمنى للنادي الأهلي، أحمد حمودي واحد من العناصر بيديها الثقة. هشام محمد ترجع مرة تانية، أكرم توفيق لكريم نيدفيد. كريم النهارده على الدايره بجوار هشام محمد، ثنائي قلب المنتصف للنادي الاهلي. الجزار لصبري رحيل في الجانب الايسر، صبري عايز يعدي، صبري رحيل يلعبها ارضيه في اتجاه صلاح محسن، لكن سهله للحارس محمد شيكا. يمسك كورته محمد شيكا، ركله حره احمد حمودي. حمودي يلعب ويعلق بالونه من حمودي، لكن التغطيه الدفاعيه من احمد العزب لخارج الملعب، ركنيه لصالح النادي الاهلي. رايح كريم نيدفيد حد من العناصر اللي بيديها الثقة المدير الفني باتريس كارتيرون أيضا، وحمودي النهاردة من بداية اللقاء ركلة ركنية للنادي الأهلي. وكريم نيدفيد، كريم يسد مع صابر رحيل، صابري لكريم نيدفيد. كريم حد من قطع الناشئين بالنادي الأهلي، وركلة حرة رامي التماسي اتلعبت. صلاح محسن، إسلام محارب، مرة تانية إسلام هيصوب ويسدد، لكن سهلة في حارس المرمى محمد شيكا. يمسك كرة محمد شيكا، سيطرة من النادي الأهلي. كريم نيدفيد يرجع مرة تانية، هشام محمد كابتن فريق النادي الأهلي النهاردة. إسلام محارب يطلع إسلام، محمد شريف يسدد لصبري، صبري جول. هدف أول للنادي الأهلي عن طريق اللاعب صلاح محسن، اتلعب كروس عرض جميل من صابر رحيل وقاطع على القائم الاول صلاح محسن، مخطوفه خطف والله من صلاح محسن، يضع هدف اول للنادي الاهلي. هدف اول للنادي الاهلي عن طريق اللاعب صلاح محسن صاحب ال 20 عام صلاح محسن. مره ثانيه يبدا احمد ابو الخير يرد صابر رحيل، صلاح محسن بكعب القدم من هشام محمد ايضا عند حمودي يسند لمحمد شريف، محمد شريف ضغط عليه اسلام مصطفى، محمد شريف يلعب عرضيه عدت، لكن صلاح محسن عايز يصوب ويسدد، سابها لهشام، تصويبه قويه من هشام محمد بجوار القائم الايمن. كريم نيدفيد يضغط، صلاح محسن عامل حاله من الافاقه والاستفاقه في خط هجوم النادي الاهلي. صلاح محسن التحركات اللي بيعملها ادي مره ثانيه، هشام موه عدى، هشام عرضيه مش ممكن، خطيره وعجيبه عدت من النادي الاهلي. يضغط مره ثانيه علي لطفي، لم يختبر حتى الان علي لطفي. الجزار لم الجزار، هشام محمد ينزل، هشام محمد للمنطقه منتصف ملعب النادي الاهلي ما بين دايره السنتر وقوس ال 18 عشان يعمل التسليم والتسلم. ركنيه اتلعبت على القائم الاول، ولكن صافره صبح الغمراوي احتساب الركله الحره. يلعب مره ثانيه حسين حمدي، حسين عد حسين يلعب عرضيه، لكن الراسيه والتغطيه الدفاعيه من الجزار. يلم مره ثانيه عماد علاء، يضغط مره ثانيه ويعدي الزغلول والتصويبه، لكن سهله في ايد علي لطفي، يمسك كورته علي لطفي. يبدأ النادي الأهلي مرة تانية، هشام لحمودي، ضم حمودي لقلب الملعب. حمودي مرة تانية، صلاح محسن يلعب، صلاح مش ممكن، لكن يطلع شيكا، يطلع ويمسك كرته محمد شيكا. يبدأ مرة تانية أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادي الأهلي النهاردة. يا ولد يا أكرم، أكرم توفيق واحد من اللعيبة اللي تقدر توظفه في أكثر من مكان. صفيرة صبح الغمراوي احتساب الركلة الحرة، كريم نيدفيد مرة تانية، حمودي تحضركم ضم القلب الملعب، ادي كريم اللي حمودي يلعب عرضية على القائم الاول، لكن سهلة في ايد محمد شيكا. حمودي مرة تانية محور اداء النادي الاهلي، يعلقها جميلة ويلعبها، لكن طويلة سهلة لمحمد شيكا. كريم نيدفيد، اسلام محارب يلمسها، ياسين اسلام وادي التصويبة من محمد شريف، تصويبه لخارج الملعب، وادي حمودي الركنيه يعلى حمودي، وادي ضربه الراس مش موجوده من صلاح محسن.
يضغط مرة تانية، عدى اسلام، اسلام جول 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 جوه، جول هدف تاني للنادي الاهلي عن طريق السهم الاحمر اسلام محارب، هدف تاني والثنائية للنادي الاهلي حتى الان عن طريق اسلام محارب، هدفين للنادي الاهلي صلاح محسن واسلام محارب، لا شيء فريق فاركو. يبدأ مرة تانية النادي الاهلي، هذه التحركات اللي في عمق دفاعات فريق فاركو، وادي حمودي يلعبها حمودي مرة تانية، عماد علاء، عماد مضغوط عليه، عماد يضغط مرة تانية بكل قوة، لكن صفرة من صبح الغمراوي، ركنية كريم ندفد، كريم يلعب كريم ويعلق، لكن سهلة في ايد محمد شيكا، حمودي المهارة، حمودي الخفة والمرونة والرشاقة، حمودي عايز يعدي يلعبها عرضية خارج الملعب مع عدية. يبدأ مرة تانية النادي الاهلي في منتصف الملعب، لعبت التمريرة والتحرك من محمد شريف، محمد شريف عايز يعدي لكن مضغوط عليه وقافل حارس المرمى، ركنية اسلام محارب يلعب ويعلق، اسلام عند صلاح محسن ضربة رأس لكن سهلة في ايد محمد شيكا، سيطرة من لاعب النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي على احداث شوط اللقاء الاول، وصفرت نهايه احداث شوط اللقاء الاول، يطلقها صبح الغمراوي بتقدم النادي الاهلي على فريق فرقه بهدفين مقابل لا شيء عن طريق اللاعب صلاح محسن واسلام محارب. يبدا مره ثانيه احداث الشوط الثاني على ايدنا اليمين النادي الاهلي، على ايدنا الشمال فريق فرقه، شوط اول انتهى بتقدم النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. وليد سليمان يلعب الركنيه، وليد ادي ضربه الراس من الشيخ، وادي محمد شيكا اللي خارج الملعب، ركنيه مره ثانيه، اسلام صابر رحيل، ميدو جابر للجونيور جاي، اتلعبت عند وليد سليمان عايز يحط جسم وليد، صابر رحيل لم يعد ياخد منها رامي التماس النادي الاهلي، صابر رحيل، صبري مع ميدو جابر، صبري عدى صبري وسط ثلاثة، صبري عدى صبري لسه في الملعب، صابر رحيل عايز يعدي، صبري يرجع مرة تانية دور على حد يسند عليه، يلعب لاجاي جونيور اجاي، تصويبه من جونيور اجاي لكن عدت، وادي هدف للنادي الاهلي لكن رايه وصفاره، رايه وصفاره، رايه ماجد المليجي وصفرت حكم اللقاء صبح الغمراوي، تسلل على احمد الشيخ وقعت من ايد الحارس محمد شيكا. مره ثانيه علي لطفي يبدا للنادي الاهلي، صابر رحيل، صبري لحسام عاشور، لصابر رحيل، جونيور اجاي، تدخل على جونيور اجاي من اللاعب اسلام مصطفى، الركنيه اتلعبت للنادي الاهلي، عدت يطلع الفاضي محمد شيكا مره ثانيه النادي الاهلي، الشيخ لكن مقطوعه مرتده سريعه، عماد علاء يلعب، علي فهيم، حسين عايز يعدي، اتلعبت الوانتو لكن مقطوعه مامن احمد علاء، علي لطفي يشتت علي لكن مقطوع من عاشور، مرة تانية عايز يلم ويعدي، أحمد رزق، أحمد رزق يلعبها تصويبة بجوار القائم الأيسر، حسام عاشور مرة تانية عند أجاي لكن سهلة لمحمد شيكا، اتنين النادي الأهلي إلا شيء فريق فاركو، حد أندية الدوري الممتاز به، الدوري المصري ممتاز به فريق فاركو، عايز يعدي مرة تانية اللاعب محمد الدقي لكن خارج الملعب، يبدا جونيور اجاي يرجع مره ثانيه، اجاي بعرض الملعب غير ملعب هناك عند احمد علاء، احمد علاء قادم للنادي الاهلي من صفوف نادي الداخليه، احمد علاء بعرض الملعب من علاء مع محمد نجيب احد اللعيبه المخلصين، محمد نجيب في النادي الاهلي دايما ما تسمعش صوت محمد نجيب، محمد هاني واحدة والتانية عند وليد سليمان، حط جسم وليد، وليد والوليد أزارو، أزارو الوليد سليمان، وليد تصويبة من وليد سليمان لكن سهلة، والتشتيت مرة تانية من كريم يكن، الشيخ مرة تانية أحمد الشيخ عايز يعدي، فعلى كورته أحمد الشيخ يسند واحدة يلعب ويعلى العرضية لكن خارج الملعب، رامي التماس يبدأ مرة تانية في نص الملعب فريق فاركو عند اللاعب أوسكار، لم يعد أحمد العباسي، تصويبة من العباسي لكن خارج الملعب مع عبدية، أجاي مقطوعة من هاني عادل، تصف ملعب فريق فرقه، يبدأ يلعب مرة تانية مع اللاعب محمد جدو، وهذه تصويبة
سهلة الخارج الملعب، ركلة المرمى أحمد الشيخ، قميص 22 في النادي الأهلي الشيخ، وليد أزارو مقفول عليه مضغوط عليه، طويلة الطولة الأمامية في اتجاه وليد سليمان وقافل عليه كريم يكن، وليد حط جسم وليد عدى وليد، ولكن حكم اللقاء أشار به صافرة حكم اللقاء صبح الغمراوي، ركلة حرة للنادي الأهلي، وليد سليمان يعلق وادي ضربة الرأس، ضربة رأس مخطوفة على القائم الأول. مرة تانية عايز يلم محمد، لعب محمد فهيم، ضغط عليه حسام عاشور، ركلة حرة صافرة صبح الغمراوي، ركلة حرة وإنذار، إنذار للاعب أحمد علاء، وادي الركلة الحرة، أوسكار يلعب ويعلق يا ولد يا ولد على التصدي الرائع من اللاعب من الحارس علي لطفي، يبدأ مرة تانية أوسكار، محمد فهيم يرجع مرة تانية، لعبته اتعلقت داخل منطقة ال 18، وادي صافرة حكم اللقاء احتساب ركلة الجزاء فرمان وركلة الجزاء لنادي فاركو، اعتراض من جانب لاعب النادي الأهلي على حكم اللقاء، وادي ركلة الجزاء. عماد هنشوف ركلة الجزاء، عماد علاء، عماد عماد، مش ممكن والله، هدف الكرة، هدف، هدف لفريق فاركو، هدف لفريق فاركو، هدف أول لفريق فاركو عن طريق اللاعب عماد علاء من ركلة الجزاء، هدف لفريق فاركو، كرة خدعتنا والله، ولكن هدف لفريق فاركو. يرجع مرة تانية النادي الأهلي، أحمد الشيخ، التمريرة عند أزارو لوليد سليمان، وليد، الله، الهدف الثالث، هدف ثالث للنادي الأهلي عن طريق وليد سليمان، تصويبة قوية بالقدم اليسرى من وليد سليمان. يبدأ مرة تانية النادي الأهلي، الشيخ يلعب لوليد، وليد وليد، لكن يطلع محمد شيكا يمسك كورته. مرة تانية إسلام مصطفى عايز يصوب ويسدد، تصويبة قوية لكن لخارج الملعب. مرة تانية النادي الأهلي، أحمد الشيخ عامل جبهة يمنى قوية هجومية للنادي الأهلي، أحمد الشيخ ما وهو عدى، يرجع أحمد الشيخ عايز يلم، أحمد الشيخ لعبها ويسند لوليد سليمان، وليد عادي، ميدو، ميدو، ميدو جابر عدى، عدى واحد والتاني، لكن سهلة سهلة، وادي ركلة حرة لعبت وتعلقت، محمد زياد، وادي محمد الدقي يصوب ويسدد لخارج الملعب، محمد شيكا يلعبها طويلة الطول الأمامية، عايز يعدي محمد رزق، لكن التشتيت مرة تانية في اتجاه أحمد الشيخ، تجسم أحمد الشيخ وصافرة نهاية الشوط الثاني واللقاء، اطلق حكم اللقاء الصبح الغمراوي بنهاية اللقاء الودي ما بين الأهلي وفرقه بفوز النادي الأهلي على فريق فرقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.